انتوا طيبين. سعيد ان اشوفكم والله. اسم المرأة السعدية في قرية المعصرة بنرحب بفخامة معاليك في قرية المعصرة. لحضرتك أول مرة تنزل محافظة المنيا، تشريف لينا والأهالينا والكل شمال الصعيد إن أنت حضرتك معانا النهاردة في القرية. متشكر جدا. شكرا وشكرا كمان على مشروع حياة كريمة اللي أضاف لينا مزيد من التطورات. متشكر. اهلا وسهلا بسياده الرئيس المحترم سيدي ورئيسي عبد الفتاح السيسي. اهلا وسهلا في مركز ملوي واحدى قرى مركز ملوي التابع لمحافظه المنيا. فشكرا يا سعاده الرئيس، وربنا يحفظك من امامك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك ومن فوقك وتحت الارض يا سعاده الرئيس. شاكر جدا، شكرا، ربنا يسمع منك. الدعوات دي دعوات جميله، والاستقبال ده استقبال يسعدني ويشرفني والله. استقبالكم ده والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه اللي هو اكيد طالع من قلبكم يعني ان شاء الله حاجه تفرحني وتشرفني جدا. ويا رب يعني اختنا من المعصره بتقول لي او من القريه بتقول لي انت اول مره تنزل منيا، ده صحيح. انا عايز اقول لك، انا وانا قلت الكلام ده في يعني في سوهاج وفي المحافظات اللي انا بنزلها دلوقتي، يعني انا بتمنى ان انا انزل واشوف كل الناس، صدقوني يعني، لان انا بحب الناس وانا كمان زي الناس زيكم كده. صحيح يعني مش في برج كبير ولا حاجة. ربنا يكبر خاطرك انت، ربنا يكبر خاطرك انت. اللي هيبدا يتنفذ الفتره اللي جايه في المنيا، بصراحه يا ريس تسقيفه كبيره للريس على البرامج الثلاثه دول. ونفسي اوصي حضرتك في الرقابه والمتابعه، احنا شغالين حلو قوي بس محتاجين برضو ناكد شويه على الرقابه والمتابعه واحنا جوه الميدان. شكرا يا ريس. طب بص يا اختي فاطمه، انا عايز اقول لك على حاجه. انت بتكلمي الرقابه على مين ومتابعه على مين؟ ورقابة من مين ومتابعة من مين؟ ما اللي شغالين دول مين؟ مين؟ احنا يا ريس. احنا يعني اللي احنا بنتكلم عليهم دول. وده مش معناه ان ما فيش رقابة او متابعة، لا ما اقصدش، لكن اقصد اقول انتبهوا.
بالظبط كده. احنا كلنا محتاجين ننتبه ان احنا اللي بنشتغل واهالينا اللي بيشتغلوا ان قصروا فمش الحكومه، لان الحكومه مش الناحيه الثانيه، الحكومه مش الناحيه الثانيه. وده كان امر خطير جدا اتعمل خلال السنين اللي فاتت قوي، وهو ده اللي ادى لان البلد دي يحصل فيها مشكله كبيره في 2011، ان هو خلى الحكومه في حته وخلى بقيه الشعب في حته، فعمل الحكومه عدو. خلي بالك يا اختي فاطمه، تمام، عمل الحكومه ايه؟ عدو. فالعدو نعمل فيه ايه؟ نهده. ايوه، ما هي الحكايه اتعملت كده. فلو احنا ما خدناش بالنا ان اللي احنا والجهاز الاداري في الدوله فيه كم مليون؟ 6 مليون. يعني 6 مليون دول كم اسره؟ 6 مليون اسره يعني كام؟ 30 مليون. 30 مليون تقريبا، لو الاسره دي خمسه، زوج وزوجه ومعاه من 2 ل 3 او اكتر، 30 مليون. طب النهارده هم لو يعني في هنا موظفين قاعدين معانا طبعا، مش كده؟ تمام. في هنا مسؤولين اكيد. فالنهارده تقولي لي ايه؟ انا هنتهز الفرصه انك موجود، وهاكد على كل مسؤول معانا في المنيا يخلي باله من شغله. تمام يا ريس. يخلي باله ايه؟ من شغله. من تمام شغله. يا ريس. تمام يا ريس. يبقى احنا كده بنتكلم كلام ايه؟ مناسب للظروف الحياه بتاعتنا. تمام. طب ليه تقولي لي كده برضو؟ اسمع منك ويا رب اقدر اعمل. يا رب يا ريس. لكن كمان نقول لبعضنا هنا ونقول في كل حته في مصر، الاخويا او ابويا او ابني اللي شغال في مكان ما، من فضلك البلد محتاجه ثلاث حاجات منك. محتاجه منك اخلاصك، ومحتاجه منك امانتك، ومحتاجه منك عملك. محتاجه منك اخلاصك لايه؟ لشغلك. محتاجه منك امانتك في ايه؟ في شغلك. محتاجه منك ايه؟ عملك في ايه؟ لشغلك اللي بتشتغله. بس وانتوا بتشوفوا دول كبيره اكبر مننا واغنى مننا بتعاني من ده، احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نفضل متماسكين شعب ودوله، شعب وايه؟ ودوله. واحنا من جانبنا برضو كدوله بنحاول نخفف ما امكن على الناس باجراءات كتير بنعملها، مش احنا اللي بنعملها بس، احنا مع بعض بنعملها. طول ما احنا بخير وسلام، خلي بالك من الكلمه دي ليكوا كلكم يا مصريين، طول ما احنا بخير وسلام وامان كده، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. شاكرين، كل سنه وانتم طيبين. سعيد بيكم وتشرفت بيكم، ويا دينا اطمني على بلدنا بيكم، اطمنوا على مصر بيكم انتم، مصر قايمه بيكم انتم وبتطلع لقدام بيكم انتم، وهتطلع قدام بفضل الله بيكم انتم.